بيتغيرش، كل بني ادم الكريم كريم والحلو حلو طول عمره الا بتفاوتات، يعني يتعلم يلاقي ان مشكله هتحصل له يضطر يغير، بس بيرجع يبقى بخيل تاني. ان احنا نعلمه مكارم الاخلاق يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والاحاديث والايات اللي وردت في القران الكريم. ايه تنصحه؟ ما تقبلش النصيحه يبقى دي طبيعته خلاص. تنصحه بعدم الموضوع ده يعني يبعد عنه. غير كده بقى هو حاجه موجوده جواه، جواه في شخصيته تتحلش. ممكن انا لو بشتغل مش هيأثر معايا الموضوع ده، هيبقى ليا فلوسي خاصه. في فرق لو هو بخيل على نفسه او بخيل على زوجته. لو بخيل على نفسه يبقى ده مش هيتعالج، لكن لو بخيل على زوجته ده هي ممكن تقدر تخليه يعني يبقى احسن. حاجه في الشخصيه جوه يعني مش بمزاجه، يعني مش فكر هيغيره، لا دي طبع. مفيش اي محاوله مع انه هو يتعالج بس طالما هو بخيل، لان ده طبع فيه مش هيقدر يغيره. ممكن يكون معاه مرتاح ماديا بس مش هيقدر ابدا يغير من ده. شاف والده كده او هو طبعه كده، طبع ما يتغيرش، مرض. هتسيسه على طبعه، هتمشي على طبعه. البخل ده غريزه في طبع الانسان، يعني ما تقدرش، صعب، من الصعب انك تعالجها يعني. تصبر عليه ولغايه ما ربنا يكرمه ويتحسن. بخيل، اه متاسس على كده. البخل صفة يعني سيئة جدا، طبع سيء جدا للناس اللي كانت بتقول ده طبع. دايما بيقال ان البخيل مش هيتغير، وبيقال ان البخيل ده بيبقى بخيل في كل حاجة، بخيل في الصرف على البيت او الماديات بتاعت البيت وعلى اولاده، وبيكون بخيل بخل عاطفي. وده برضو على فكرة متستلق، البنوتة اللي كانت بتقول لو انا بشتغل وبصرف مش مهم هو يبقى بخيل، لا، بخيل ده يعني يستخسر فيكي كلمة حلوة، مش يستخسر يجيب لك هدية، يستخسر كلمة كويسة، يستخسر مشاعر. دي حاجة برضو ما يستهنش بيها في العلاقة، يعني دي حياة المفروض بتبقى يعني قائمة على مودة ورحمة، فالمودة والرحمة مش تبقى موجودة عنده مش عشان حاجة، عشان هو بخيل. في بقى اللي بيبقى بخيل على اللي حواليه ومش بخيل على نفسه مثلا، بيبقى مهتم بنفسه قوي 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 بس بخيل جدا على اللي حواليه، ما يبخلش على نفسه. بس دي برضو انواع كتير من البخل. وانا هعرف تأثير مع ضيوفي اللي برحب بيهم، دكتورة شيماء اسماعيل استشاري العلاقات الأسرية. اهلا بيك يا دكتورة شيماء. اهلا بيك يا حبيبتي. برحب برضو بدكتور ابراهيم مجدي استشاري الطب النفسي بجامعه عين شمس. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طيب دكتوره شيماء، ايه رايك في اللي سمعتيه ده من الناس؟ انت شايفه ان هم طبعا شايفين هم كلامهم صح جدا، لان البخيل مش بيتغير. ويمكن احنا ولا بالنصيحه، في واحد قال بالنصيحه، لا ولا حتى والله بالنصيحه، هو الانسان ده بيبقى فاقد الامان، بيبقى عامل بالظبط زي الطفل الصغير اللي كل حاجه عايز يحتفظ بيها، كل حاجه عايز يجمعها، حتى لو الحاجات دي قديمه وملهاش لازمه. زي الطفل ما بنشوفه لو لعبه مكسره تيجي مامته ترميها برده بياخدها ويخبيها ويشيلها. فالبخيل بتبقى دي صفاته، ان هو كل حاجه بيبقى عايز يحتفظ بيها ولنفسه، ما يبقاش حتى ان ياخدها. تمام. يمكن برضو حضرتك ذكرتي وقلتي ان هو بيبقى بخيل ايضا في العواطف. طبعا لو جينا نقول طب بخيل في العواطف ليه؟ ده بخيل ماديا غير عاطفيا، لان لو هو ادى الزوجه المجال ان هي تاخد تدي معاه ويبقى في بينهم نوع من الود والحب والرفق، هتطلب منه. فيقوم هو يغلق الباب تماما عشان ما يطلبش منه اي طلبات، يقوم يدهاش اي وش كويس جدا يعني خالص، يعني يعملها وحش عشان تطلب منه، يعملها وحش عشان ما يشوفش، ما تاخدش منه زي ما بنقول كده ريق حلو، فتاخد بتدي معايا يبقى في بينهم علاقه. فبيعمل هو ايه؟ حتى كمان الكلمه الحلوه ما يقولهاش، لانه يبقى عارف ان هو لو قالها كلمه هتجيب كلمه، هتطلب منه حاجه. الولاد يبقى الولاد في البيت معاه عشان هو ايضا بخيل. بتلاقي الاب دوت دايما دايما كشري، دايما بيبقى مش عايز يتكلم معاهم عشان لو اتكلم معاهم هيطلبوا منه. فدي بقى حته بخيل العواطف. طبعا الشخصيه دي بتبقى عندها زي ما ذكرنا في الاول وقلنا فقدان للامان، بيبقى اتربى في بيئه كانت دي فيها يعني مشكلة. البخيل دايما خايف، دايما خايف. طيب فعلا دكتور ابراهيم، هو البخل مرض؟ يعني مرض يتعالج ولا صفه؟ البخل جينات. الجديد ان البخل بقى جينات، جينات حاجات وراثيه، وفي جين بقى جين مسؤول عن يعني البخل وراثه. البخل وراثه، دي جديده دي. البخل وراثه، ما هو غير انه خايف. اكتسبك صفه اكتسبها منين؟ من اللي حواليه، من اللي حواليه، من اقرب ناس اللي حواليه، اهله. اهله. فابتدوا في دراسه في المانيا اتعملت حوالي
140 راجل وست، لان بخل مش في الراجل، مش في الرجاله بس، احنا بنتكلم على الزوج البخيل، ما اتكلمناش على الزوجه البخيله. بس احنا النهارده بنتكلم في الفقره عن الزوج، خلينا الزوجه البخيله بقى المره الجايه. بس النهارده بتكلم عن الزوج البخيل ليه؟ لان الزوج هو اللي بيصرف على البيت، فاحنا بنتكلم بس على صفه البخل. فالبخل موجود في الرجاله والستات. لقوا الجين وفصلوا الجين في تكنيكات معينه لفصل الجين، وحطوا له اسم. لقوا ان على 140 في حوالي 20% عندهم جين البخل ده، وابتدوا عملوا لهم دراسات كده، كويشنير، اسئله كده، بيبقى بخيل امتى، بيصرف في ايه، ما بيصرفش في ايه وبتاع. لقوا ان الجين ده متطابق. طب ماشي، انا كده اتكلمت في الصفه الوراثيه. طب انا دلوقتي في ناس، يعني في واحده مثلا تقول لك فلان ده بخيل، هو بالنسبه لها بخيل علشان حاجات معينه، بالنسبه لواحده تانية ما بيبقاش بخيل، ده وفقا لايه بقى؟ الصوره الذهنيه عندها للبخل، وتطلعاتها هي، وطلباتها هي. يعني مثلا هي عايزه خاتم سوليتير، عايزه خاتم سوليتير، وهو جوزها لا يملك انه يجيب خاتم سوليتير، او هي معتقده انه معاه وهو معهوش فما جابش الخاتم، فتتهمه بالبخل وعدم الاحساس بالمشاعر وايه وبتاع. جاب هديه، بس هديه مش هي على هواها هي، تقول لك ده بخيل، ده بخيل. فالبخل دوت على حسب تقبل الشخص قد ايه. ممكن واحده تانية تقول لك ده مسرف، هو يكون واحده تانية تشوفه بخيل. لا، هي في حته كده، يعني مثلا تقول لك ايه، هو مش بخيل على نفسه بس بخيل عليا، يعني هو بيلبس حلو وبيلبس مش عارف ايه وبيصرف على نفسه كويس وبيركب عربيه حلوه، بس يجي عليها هي يستخسر، ده ايه ده بقى؟ دي تابعة للتقدير، يعني لا، الأولانية زي ما بقول لك تابعة للتقدير، الهوى الشخصي اللي أنا أقدر. لكن التاني الشخص اللي هو في ناس بتتعمد البخل على الزوج. ليه بقى؟ ده نوع من الأنانية، ده مش بخل بقى، ده أنانية. ده أناني مش بخيل. أناني، جنو عنده نوع من النرجسية، اللي هو أنا اعتناء بنفسي واهتم بنفسي وما اهتمش بالاخرين، دايما ابقى عايز اشوف نفسي كويس، لابس كويس، مبسوط كويس، مرتاح، انا كويس ومزاجي كويس قوي، بس الاخرين ما يهمونيش. طيب شيماء، الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده يعني حالات كتيره جدا اشتكت منه، اللي هو تقول لك هو مش بخيل على نفسه بس بخيل عليا، بخيل حتى في المشاعر عليا، في الكلام، مش قصدها الهدايا والبتاع والحاجات دي. بس انا بتكلم في نقطه، يعني انا دكتور ابراهيم قال حاجه مهمه جدا، قال لك ده مش بخيل، ده اناني. لا، وفي كمان حاجه عايز اقول لك عليها. هو الشخص دوت ممكن يكون ما بيحبش الشخصيه اللي معاه، فبالتالي هو فعلا مش بخيل، هو بيجيب كل حاجه وبيعمل كل حاجه بس بيستخسرها فيها، فهي طبعا بتوصل بصوره ان هو ايه، ان هو بخيل. طب هنا الزوجه تسكت وما تتكلمش ولا تحطه امام الامر الواقع؟ انا دايما اقول لهم امام الامر الواقع. ليه؟ ما دام هو معاه ويقدر ان هو يجيب ويقدر ان هو يصرف بس هو مستخسر فيها، اولا حسني علاقتك بيه، ده رقم واحد، واعرفي ايه سبب بخله. هل سبب بخله زي ما احنا قلنا فقد الامان؟ هل سبب بخله ان هو خايف من المستقبل؟ انت هنا هو ممكن يبقى بيقول لك لا، ما انا بحبها وكل حاجه وما اقدرش. ما هو اللي بيحبها ده لازم يجيب لها دايما دايما. اي شخص بيحب اي حاجه، اي مكان بيحب يروحه بيبقى المكان ده هو رايح وبيبقى فرحان. لو انا بحب شخصيه معينه هبقى انا رايحه اقابلها هكون في ابهى صوري وسعيده جدا. لكن لو الشخص ده انا مش بحبه، لو الشخص ده انا اصلا مش طايقه، يبقى كل حاجه هحس ان دي عرقله ان انا اروح واقابله، فانا حتى هخترع حاجات ملهاش اساس من الصحه. هنا نفس قصه البخيل، الشخص البخيل دوت بيبقى فعلا صعب التعامل معاه. في بعض الزوجات بتقدر ان هي تتعامل وتتغلب على النقطه دي، وبتقدر ان هي كمان ما توصلش لاولادها، لان دي بتبقى نقطه مهمه. ما الدكتور بيقول وراثي، ان الولاد يوصل لهم ان الاب بخيل، وهنا بقى الولاد بيقول لك وراثه. طب ما يطلعوا وراثه بس هيحسوا طول الوقت بالحرمان، طول الوقت الولاد دول حتى لو جبت لهم ايه، الولاد دول مش شبعانين، طول الوقت حاسين ان هم اقل من الاخرين. ليه؟ لان الام والكلام السلبي اللي بتقوله على الاب كتير، ابوكوا بخيل، ابوكوا ما بيجيبش حاجه، ابوكوا من غير ما تقول. هم لو شاف طلبوا حاجه من الاب وما جابهاش،
هنا بقى دور الام. لو انت هتقدري تتغلبي على المشكله دي تتغلب ازاي؟ ما ام هيهون عليها قلبها مش هيجيبها، فهتجيب لهم الحاجه فيحسوا ان الام احسن من الاب. هنا بقى في النقطه دي في تكه بسيطه جدا. لو انا النهارده عندي ولادي والاب ده فعلا بخيل وده مرض، والمرض ده كان المفروض انت اكتشفتيه من بدايه حياتكم مع بعض، وكنت ما استنتيش لما تجيبي ولاد وهم اللي يبقوا الضحيه. يبقى انت خلاص جبتي ولادك وهو بقى شخص بخيل. انا بقى حاسس الولاد بالنقص اللي عند الاب وان الاب بخيل، هنا الولاد هيجي لهم مشاكل نفسيه زي ما احنا قلنا، طول الوقت حاسين بالحرمان، وفي نفس الوقت كمان هيبقوا كارهين الاب، لان الطفل بيبقى مادي. الطفل طول ما انت بتديه طول ما هو بيحبك وبيقعد جنبك وبيبقى عايز يلعب معاكي، اول ما تبتدي حتى لو الاب والام تحرميه بتلاقيه ابتعد عنك وبيروح للمكان اللي هو بيديه. ولو المشكله دي هو ما قدرش يعالجها، دي بتدخلنا في مشكله سلوكيه، ان الطفل ممكن ياخد حاجات مش بتاعته وهو حاسس ان ليه احقيه فيها. ليه؟ لان هو محروم، هو مش قادر يجيب الحاجات دي، ولا الاب بيجيبها له، او الام طول الوقت تقول لهم ابوك معاه ومش عايز يجيب. هو ده بقى اللي بيفسر الكلام اللي قلته لكم في اول الحلقه خالص. البخل مش عيب واحد، البخل بيجيب معاه عيوب كتير. بالظبط، بيجيب معاه مصايب كتير. طيب انا بس هخرج من الموضوع دقيقه قبل ما اروح للدكتور ابراهيم. اتفضل. عايزه اوجه شكر خاص لوزاره الداخليه وقسم العلاقات والاعلام بوزاره الداخليه، لان هم تواصلوا حالا دلوقتي مع زميلنا رئيس التحرير، وقالوا ان هم هيهتموا بالقضيه بتاعه الفقره اللي فاتت، وهيشوفوا الاطفال المفقودين او المخطوفين. فبوجه لهم خالص الشكر والتحيه لسرعه الاستجابه، ويعني الحقيقه لانسانيتهم في الاستجابه بهذه السرعه ولسرعه التواصل. شكرا جدا جدا لوزاره الداخليه قسم العلاقات والاعلام. طيب هرجع تاني دكتور ابراهيم لا قصة البخل. دكتورة شيماء هنا بتقول ان في المفروض تكتشفي اذا كان ده بخيل ولا لا. فانا اكتشف ازاي في الخطوبة او في التعارف اذا كان اللي قدامي ده بخيل ولا مش بخيل؟ ايه الحاجة اللي ممكن تتقال في كلام كده؟ في بنات طبعا بتعرف على طول من اول قعدة يعني، بس في ناس تانية ما تبقاش تاخد بالها. هو البخيل تعريفه يعني من لا يملك يملك ولا يعطي، يعني مثلا يملك ولا يعطي، يعني مثلا يبقى دخله يتيح له انه ممكن يعزمك في مكان كويس او يخرجك خروجه كويسه، او يجيب هديه كويسه، او يجيب هديه احسن من الهديه اللي خصوصا في الاول. في الاول. او هو مثلا ودخله يتيح له انه يبقى لابس احسن من كده، او قاعد في مكان احسن من كده، او ما بيتكلمش. البخيل دايما يتكلم على الفلوس بشكل ايه، ان ايه يبقى وهو بيصرف كده. البخيل دايما عنده احساس دائم بالذنب لما يصرف، يصرف فلوس، ودايما يقعد يقول ده انا صرفت كتير، دوت البتاع ديت مش عارف، ويقعد يبالغ بقى طول القعده قاعد مثلا ايه. طب هل البخيل اللي خرجناها دي مثلا، الخروجه اللي خرجناها دي اتكلفت 400 جنيه، لا احنا لازم نشوف مكان، وطول القعده قاعد بقى طول القعده وهي راجعه، احنا لازم نشوف مكان ارخص من كده، مش كل مره هنخرج نفس الخروج. لا، او ممكن ما يقولش يعني، ممكن يعمل على طول ان هو يعني بعد كده ما يوديهاش، ما يوديهاش، او يقول لا مش هقول لها انا بخيل يعني، او يقول لا الاسبوع، وتلاقيه مثلا في الحسابات كده، لا الاسبوع ده خرجنا بكام، مش هنخرج الاسبوع الجاي خالص. ده بعد الجواز انا لا، واثناء الخطوبه بيبان اثناء الخطوبه. لا احنا ما نطلبش، ما رايحين المفروض يتعشوا، يقوم فجاه واحده كده يقول لها لا انا مش معدتي تعبتني دلوقتي، احنا هناخد حاجه خفيفه، او ممكن يخشوا مكان وهو خلاص انت وعدتها ان انتوا هتروحوا مكان فلاني، يقول لا ده الاسعار طلعت، يبص كده في يعني. طيب انا بتكلم على الحاجات دايما، احب اتكلم من الواقع، ببقى وببقى قاعد لما بروح الكافيهات انا عندي كده طبعا، انا اقعد اراقب كده في الناس، يبص كده في المنيو، يبص كده لا اسعارهم مش كويسه، يلا نقوم احنا نقعد في البيت، في البيت احسن، انت جعانه لا ده اكلهم مش كويس دايما. يقوم طب دكتور، في ناس مثلا تقول لك ان هي فتره الخطوبه المفروض الشخص بيبقى فيها كريم قوي، بيبين انه كريم حتى، فده يعني ما بيقدرش، ده ما بيقدرش عليه، ده ما بيقدرش يبين انه طب هو كريم. هو دكتور يقول لك انا ما اكتشفتوش غير بعد الجواز، لكن لما فتره الخطوبه لقيتيه بخيل
أو لقيتيه مش عايز يسكت. لا بصي بقى، حتة ما اكتشفتيش بعد غير بعد الجواز دي في حالات معينة، يعني لما يبقى ممثل شاطر شوية، إنما ما اكتشفتيش غير بعد الجواز، لا أنت بتبقي مش عايزة تشوفي العيوب، خصوصا لو أنت بتحبيه. لا بس في نقطة كمان يا ما عايزة أقول لك عليها، في الوقت ده بتلاقيه هو أصلا بيبقى عايز يرتبط بامرأة عاملة، بيبقى عايز يرتبط بواحده بتاخد مرتب، بيسال دايما على الفلوس، دخل على الفلوس، وتلاقيه بقى بيسالك دخلك كام، انت محوشه ولا لا، وبيسال كمان على اهلها، يعني يسال على مثلا والدها عنده ايه، ايه العقارات اللي يمتلكها، بياخد كام من شغله، بيبقى دقيق جدا في الجزئيه دي، في الجزء المادي بيبقى بيهتم بالتفاصيل الماديه يعني جدا اساسا. طب هو اللي بيتكلم دايما مثلا على انا اشتريت عربيه بكذا، انا اشتريت ساعه بكذا، انا اشتريت مش عارف بكذا، في واحد ده بيبقى نرجسيه، وفي واحد ده بيبقى جزء ايه، جزء انه ايه يعني نرجسيه، عايز يعلن عنده اغلى حاجه وعنده احسن حاجه، وفي جزء تاني بيقعد يقول انا اشتريت عربيه بكذا، بس تلاقيه ايه العربيه ديت ما بينزلش بيها، ما بيتحركش بيها، ايوه ما يتحركش بيها كتير، تلاقي فجأة واحدة يقول لك لا احنا مش هنخرج بالعربية، البنزين غالي الأيام دي، ويتحجك مثلا تيجي تركب العربية يقول لك خدي بالك العربية دي أقل خدش فيها بكذا، ويقعد طول الخروجة مثلا أنت رزعتي الباب جامد قوي كده ليه؟ أنت أوعي المراية، أوعي تشغلي الكاسيت، أوعي تشغلي، ده بخل، ده بيبقى بخل، أوعي تشغلي التكييف، لا التكييف هيستخدم، ده احنا الدنيا حر، وتلاقيه مثلا إيه حاجات معينة الدنيا حر لنار أساسا، تشغل التكييف لا، تعالي نفتح الشباك، بس ده ما يتعالجش يعني مع ال ساعات بالضغط، أصل اللي حضرتك بتقوله ده معناه إن البخيل ده عمره ما يحب، ما هو عنده بخل في احنا اتفقنا ان البخيل ده ما بيبقاش بخيل ماديا بس، بيبقى بخيل في المشاعر، سيكولوجيه البخيل بتبقى باكج واحده، بيحب نفسه اكتر، صح، بيحب نفسه اكتر، عنده دايما احساس بالذنب لو ادى، يعني ما يحبش اللي قدامه بالدرجه اللي تكفي ان هي ممكن تستمر، عنده مثلا عنده احساس بالذنب لو ادى الاخرين، يبقى عنده احساس بالذنب، يقول لك انا اديت ده ليه، دايما عنده الناس ما تستحقش ان هو ياخدوا العطاء. عندي بقى حالة هنا يا دكتورة بتسأل حضرتك، ده انا عندي هنا بنت بتقول ان خطيبها هو اللي بيطلب منها ان هي تعزمه او تشتري له هدايا او كذا، هنا بقول لها تكير، خلي بالك جدا، لان ما فيش واحد بيطلب، لو هو رجل طبعا احنا عارفين الرجل عنده عزة نفس، هي مش قايلة تفاصيل، لو سمحتي بس بعتلنا تفاصيل، يعني هو بيشتغل ايه مثلا، ده ما انا مش عارفه، مثلا لو هو فعلا بيطلب منها كده يعني خدي بالك جدا ان الشخص ده المفروض يبقى عنده عزه نفسه وما يطلبش منك، ما دام بيطلب منك عنده نوع من الجراءه والجراءه الماديه، لو انت حابه كده، انت دلوقتي لسه في مرحله الخطوبه، ممكن بتاخدي من والدك، ممكن ان انت مثلا بتشتغلي، فتقدري ان انت عشان حته الحب بقى في بدايه العلاقه بتبقى يعني عاليه شويه، فبيبقى الشخص معطاء زياده عن اللزوم، لكن بعد ما هتتجوزي ويجي يطلب منك انت هتحسي المفروض هو اللي يجيب لك مش انت اللي تجيبي له، دي نقطه مهمه جدا. بس انا كنت عايزه اقول لك على حاجه، ان البخل مش بس في الزوج، احنا بنشوف بعض اولياء الامور ما بيرضاش يجوز بنته علشان الراتب اللي هي بتاخده، فالبخل ده موجود في الشخصيه وعمره ما بيتغير، هو بيبقى عايز الراتب ليه، يعني بيبقى عايز الراتب ليه، في بعض البنات بتبقى بتشتغل وبتدخل زي دخل شهري، فعشان كده يرفض لها كل عريس يتقدم لها، ليه؟ علشان الدخل ده ما ينقطعش عنه، ده ايضا بخل. طب ده لو جينا نقول ده بخل مادي، ده بخل مادي وعنده جفاء لبنته، ما عندوش رحمه. احنا النهارده بنقول لكل واحد، في امهات بتعمل كده برضه، طبعا في امهات بتعمل كده في ابنها او في بنتها، او تاخد مرتبه، دي برضو كمان نقطه مهمه جدا، ان هو يشتغل، طب فين مكافئتي، انا النهارده لما اكون بشتغل وبتعب لازم اكافئ ذاتي، اكافئ نفسي. هنا بقى الشخص كمان البخيل، دي نقطه مهمه جدا، ان هو بيستخسر في نفسه اي حاجه، يمكن يا مها انت قلتي على الشخص اللي ممكن ما يجيبش للاخرين بس بيجيب لنفسه، في شخص تاني حتى بيستخسر يروح للدكتور، لو راح للدكتور يقول لك ده هيدخلني في متاهات وهصرف كتير، نروح الطبيب ما فيش، تلاقي حتى ملابسه، هنا بقى نقول لكل بنت مقبله على الزواج، خلي بالك
ان مش بقولك كل يوم يبقى بطقم جديد، مش بقولك ان هو لازم يبقى عنده احدث الموديلات في العربيات وفي الهدوم وفي الماركات اللي هو بيلبسها، لا طبعا، بس بقولك خلي بالك لو لقيتي مثلا هدومه صعبه وقديمه وما عندوش غير طقم واحد بيلبسه كل مره. بس انا هقولك حاجه، يعني هو ده ده يكتشف بسهوله، لا ده في حته ثانيه اللي هم باعتين لي فيها، لا ده بالتاني بيبقى عامل ولابس ولطيف وكل حاجه وراكب عربيه كويسه وكده، وهي بعد فتره العيوب بتبتدي تتكشف بقى قدامها، فبتكتشف قصه النقطه بقى هنا. ان انت النهارده لو اكتشفتي قدامك حاجه من الاثنين، معلش عشان ما يبقاش في بينكم ولاد، يا اما لو انت هتقدري تتعايشي معاه وتقدري، مش هقول لك ان انت تروضيه عن افعاله وعن بخله، لكن ان انت هتغيري فيه بعض الشيء وانت هتتعايشي معاه كده، لان ممكن يبقى في اتنين بخلة مرتبطين ببعض فدي تبقى علاقه زي الفل ما بينهم، فاش اي مشكله، هي بخيله وهو بخيل هيمشوا حلوين قوي بالظبط، ولا حد هيروح لهم ولا حد هيروح حتى يتعزم عندهم ولا عايزين نعرفكم خالص مش عايزين. النهارده بقى انت اكتشفتي ان هو بخيل وانت مش هتقدري تعيشي مع الشخصيه دي، يبقى في البدايه يا اما تنفصلي يا اما تدخلي حد من اهلك ومن اهله ويكون الاشخاص دي انتوا الاثنين ترتاحوا لهم. طيب انا برضو مش عارفه، لا انا من يعني الصفه بتاعت البخله دي دكتور ابراهيم، مثلا مثلا خلينا نعلق على الحاله اللي بعتت لنا، هي بتقول ان هو اللي بيطلب منها الهديه، وهو مثلا في ناس في وقت الخطوبه ساعه مثلا عزومه او ساعه حاجه يعني ايه يطنش في الحساب، يطنش في مناسبه، يطنش في كذا، والاهالي والبنات بياخدوا بالهم قوي من الحاجات دي، يجيب حاجه مش من مقامه قوي، يعني حاجات بقى اللي حضرتك اكيد بتسمعها في المشاكل، ما ده برضو بخيل وده لو يحتمل برضو، يعني ده مش بخل على قد ما انه يكون اعتماديه او خبث او دهاء، يعني انا ايه استنطاع، يعني استنطاع بالبلدي كده، يعني انا خارج مع واحدة ومفروض انا راجل الشرقي طبعي ايه ان انا اللي بصرف، او ان انا الابر هاند او كنوع من الجنتلة، يعني ان انا اصرف، لكن اخرج معاكي واقول لك ايه حاسبي على كذا وانت اللي هتسوق، في واحد مثلا يقول لي ايه تعال نخرج بعربيتك انا اخرج وانت اللي هتسوقي، البنزين عليك إيه، لا انت انا عظمتك المره اللي فاتت عظمين انت المره الثانيه، لا بس هي تصنفه بخيل، يعني تيجي بعد كده تصنفه بخيل بس تقول لك ده بخيل، تصنفه بخيل بس ده مش بخل على قد ما هو ايه من ايه، ولو هي مأخدها على كده دي تبقى مشكله، هي بتوافق الاول ايوه بتاخدها على كده، ساعات يقول لك اصل دمه خفيف اصله بيحبني ايه، يعني ممكن معهوش المره دي ممكن معهوش المره دي، ايه المشكله لما ما هو، ساعات في ناس تستحلى الحكايه دي يقول لك ايه، وفي ناس تنصحه تقول لك هو انت كل مره تخرج معاها هي انت اللي هتهزم وبتاع، لا وفي ناس تقول لك الست دي مثلا واخده على مستوى معيشي معين فهي هتتعبك في المصاريف، فانت عودها من الاول ان هي ايه هي اللي تصرف على نفسها، هي اللي تصرف، ده دخلها اكبر منك يعني، ده يعني ده انت احلى، ساعات هيتقال كده اساسا، ده انت واخدها استغلاليه، انت واخدها دي كانت متاخره في الجواز وانت خدتها، يبقى ايه خليها هي اللي تصرف حاجات كده، ويعني في بنات بتستجيب، ده نوع من الاستغلاليه اكتر منه بخل، بس في بنات للاسف بتستجيب، ده تنازل، يعني هي بتتنازل وانت لو تتنازلي بحاجه استعدي بقى ايه للست دي التنازلات بعد كده، التنازلات بتبدا منين؟ التنازلات بتبدا اللي هو فكره ايه الصوره الذهنيه ان ايه انت اتاخرتي في الجواز فممكن تقبلي بقى اي حاجه، تقبلي البخيل، تقبلي الرخم، تقبلي الطماع، لا برضو دي وجهه نظر مش مظبوطه، لا ما هي بقول لك دي وجهه نظر غلط، في وجهه نظر غلط، ليه مثلا واحده تكتشف انه هي اكتشفت انه بخيل بس بترضى مكمله عشان صوره ذهنيه انا اتاخرت مش هلاقي فرصه ثانيه، او مش هنا يا دكتور ده كمان دور الاب والام، دور الاسره، لا وممكن تكون عشان بتحبه، تقول لك انا بتحبه مش الحب عمياء بس لما الموضوع بيزيد عن حده بيبقى اوفر بقى، اكيد طبعا بتبتدي هي تفوق، لا ما انا مش هفضل كده طول عمري، خلي بالك انت برضو بتبقي داخله على حياه فانت هتعيش الحياه دي طول الوقت بنفس القدر من قوه المشاعر، ما اعتقدش، بس تعالي نحط له معايير البخل، لان يعني عايزين نحط له معايير اللي هو كل الناس تتاكد فيها، البخل في الصحه، يعني مثلا لو يقدر يروح لدكتور كبير
وتلاقيه استرخص وراح مستشفى او مستوصف. ده لو معاه ومش مش قادر. ما انا البخل قلنا يملك ولكنه لا يعطي او ايه لك او ايه لكنه لا يصرف. يقدر يجيب لبس شيك كويس وبتاع يقوم لازم ايه وكاله البلح او يروح يجيب لبس ايه قديم من حد او يرضى يلبس لبس ايه حد من 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 قرايبه او 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 من عيلته او ايه دايما يقعد ايه السنه تعدي يقعد ممكن يجيب بينزل يجيب لبس. لا تلاقيه القميص ده يقعد يروح مش عارف يغير الياقات ويغير مش عارف ايه في البنطلون. دي بقى هي كده تعرف ان هو تعرف مثلا في الاكل تلاقيه مثلا ممكن ياكل اكل بايت بقاله اسبوع وبطنهم توجعهم بسببه عشان يقول لك نوفر ما نرميش الاكل ده او الاكل ده يترمي ليه. تلاقيت الاكل ده قاعد بقاله اسبوعين في التلاجه لو طلع هيبوظ. تلاقيه مثلا بيحط العصير او الحاجات بالقطاره يعني في حاجات بس دي المعايير اللي واضحه. في معايير واضحه في معايير تانيه ممكن واحده تانيه تقول لك لا ده زي ما انت قلتي حسب التقدير بقى الشخصي او للهوى لا الشخصي. يعني في حاجات مثلا تقول لك مثلا عدت زي ما بقول لك عيد ميلاد عدى مناسبه عدى كذا لا جاب هديه ولا ده تقدير شخصي وهوى شخصي وعلى حسب كمان ظروفه حسب ظروفه. لا سيبك لا وممكن تكون يعني ما هو معلش ما انا مش لازم اجيب هديه بقد كده. ما انت ممكن تجيب اي حاجه كويسه او ممكن تعمل عزومه بسيطه او ممكن تعمل كذا انما ما تعديش مثلا مناسبه خصوصا في الفتره اللي في الاول دي بالطريقه دي. او انا اعتقد ان ده بيبقى عدم تقدير اكتر من موضوع بخل. التذكره ما فيهاش مشكله يعني ممكن هو يكون شخصيه عمله ما خليته طول الوقت مضغوط طول الوقت بينسى حاجات كتير حتى لو حاجات مهمه والله. كل ان انا اذكره دي حاجه مش وحشه او حاجه مضره ان ممكن اذكره بالمناسبه اللي قادمه او اللي جايه. بس في نقطه انا عايزه اقول لك عليها ان في فرق ما بين لو ذكرته وما عملش بقى يبقى لا طبعا لو ذكرته وما عملش يبقى هو فعلا يعني مش عايز يجيب حاجه. في فرق ما بين الاهمال والبخل بالظبط ان هو اهملها وفي واحد بخيل لكن في واحد كمان تناسى وفي واحد ناسي فكل دي عندنا بتبقى فروق. لا والبخيل هيعمل حاجه هيجيب بس يطلع عينها باللي جابه طول النهار البتاعة دي ب 10,000 جنيه خدي بالك منها هي طبعا بتفقد معناها خدي بالك منها انت وديتيها فين وديتي الحاجه وديتي الساعه ايوه ما انا بقول لحضرتك دي المعايير المتاصله في البخ هتخرجي بيها لا ده انا هتنزلي بيها الشغل لا ما تنزليش بيها الشغل دي للخروجات بس ما تنزليش بيها الشغل عامة هي كل يعني بصي انا زي ما قلت كده في الاول البنات بتعرف تحكم اذا كان الشخص ده بخيل ولا لا. بس في النهايه بما ان كمان هنا دكتور ابراهيم حط معايير للبخل يعني خلينا نقول ان برضه هقول البخيل ده صفه وحشه بيبقى بخيل في كل حاجه. البخيل بيبقى مهمل بيبقى كذاب بيبقى اناني بيبقى شويه عيوب كده يعني مع بعض يعني مش هتتقبلي ان انت تعيشي فيها طول الوقت او تعيشي متعايشه معاها طول الوقت الا اذا كنتي انت كمان بتتمتعي بهذه الصفه. طيب انا في النهايه بشكركم شكرا جدا. انا بشكرك يا مها بس انا عايزه اقول اخر نقطه بسيطه. فضل. في فرق يا جماعه ما بين البخيل وما بين الحريص. في شخص ممكن لو لقى أي حاجه النار شغاله عليها وخلاص هتتحرق وقفل عليها ده مش معناه ان هو بخيل. لو لقى ميه نازله على الارض وقفلها ده مش بخيل. لو لقى نور الشقه كله مفتوح وهو حاول يغلقه يبقى ده زوج مش بخيل ده زوج حريص علشان ما نعملش مشاكل. طيب طبعا احنا يعني انا مش عارفه والله بس يعني احنا النهارده عقدناكم من الجواز كله ان شاء الله بالظبط يعني بس لا ان شاء الله احنا بنحاول نعرض المشاكل علشان نلاقي لها حل. مره ثانيه بتوجه بخالص الشكر والتحيه لوزاره الداخليه وتحديدا قسم العلاقات والاعلام على استجابتهم السريعه للمشكله اللي كانت في فقره خطف الاطفال. وبشكر طبعا ضيوفي الاعزاء دكتوره شيماء اسماعيل استشاري العلاقات الاسريه شكرا. شكرا حبيبي. وبشكر ايضا دكتور ابراهيم مجدي استشاري الطب النفسي بجامعه عين شمس شكرا لك. شكرا. مشاهدينا بشكر حضراتكم لحسن المتابعه دايما بسعد بصحبتكم ولقائكم كل خميس وجمعه ونهايه الاسبوع فكونوا على موعد. سلام.